الأقل كانت المواجهة في كربلاء بين أهل البيت وبين أعدائهم مواجهة بين نفوس أعلى عليين مع نفوس أسفل السافلين. فالتقابل في هذه المعركة كان بين كل الفضائل في مواجهة كل الرذائل، وكل الإيمان مع كل النفاق. فقد أقدم أدعياء الإسلام على قتل أهل بيت رسولهم، ثم احتفلوا بإراقة دمائهم الزاكيات في المساجد التي كانت ترتفع فيها الشهادة بنبوة جدهم 5 مرات كل يوم. ترى أي نفاق أكبر من هذا؟ المثل العليا والحسين كلمتان مترادفتان، حتى أنه يمكنك أن تضع أي مفردة من مفردات تلك المثل مكان اسم الحسين، أو تفعل العكس، كأن تقول الحسين فكأنك تقول الإيمان، وأن تقول الإيمان فكأنك تقول الحسين، وأن تقول العدالة فكأنك تقول الحسين، وأن تقول الحسين فكأنك تقول العدالة. وكذلك في مفردات الشهادة والصبر والصدق والوفاء والثبات والشجاعة والكرم والعطاء والصلاح والإصلاح والإيمان والخير، الحسين هو كل الفضائل. في نهضة الحسين عليه السلام ينبوع لا ينضب من المكرمات، يرتوي منه أهل الحق حسب حاجاتهم وتطلعاتهم، ويتجاهله أهل الباطل بحسب ضلالاتهم وجهالاتهم. الحسين عليه السلام مرآة تستطيع أن تكشف به كل الحقائق، فهو الجمال الذي يفضح كل قبح، وهو الإيمان الذي يفضح كل زيف، وهو الحق الذي يفضح كل باطل.